في هذا الجزء سنستمع إلى تلاوة من آية الحكيم من رئيس الجماعة الشيخ مصطفى إسماعيل. الرحمن الرحيم ونجعلهم وارثين ونمثل لهم في الأرض ونية فرعون وهامان وجنودهما منهم وجنودهما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني Thank you.
فاقتلوه عسى أن
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من وقالت لأخته قصيه فرددناه إلى أمه
ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. فاستغاثه الذي من سيئته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى نفسي فاغفر لي فاغفر.
قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا ولما توجهت
Oh,
فلا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأيام قضيت فلا عدوان علي. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. Come on.
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ
وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من